يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من حلوياتنا. اليوم عنا حلو الموكا، معكم رينات نيروخ من قناة جوجتا تيوب. نحتاج للطبقة الأولى من حلو الموكا بسكوت وقمر وزبدة. أول شيء بنعمله بنفتح البسكوت وبنكسره على الخلاط أو على إيديكم بنكسره، بس الأحسن إنه على الخلاط عشان يطلع كتير ناعم. بعد ما كسرنا البسكوت بهاي الطريقة صار نعومته، بندير عليه الزبدة، نشوف حسب حاجتنا، وعلبة القشطة. هلأ بنخلطهم مع بعض. إذا بنحتاج زبدة مندير. وهلا بنحطهم بقاع القالب اللي بدنا نحط فيه الحلو. بنبلش نرص وهيك بعد ما جهزت عنا الطبقة الأولى ورسينا البسكوت بالزبدة والقشطة بقاع القالب، بنحطها بالفريزر لمدة 10 دقائق، ربع ساعة، حسب ما تجهز عنا الطبقة الثانية. وللطبقة الثانية اللي هي الموكا بنحتاج 3 كواب حليب سائل، 3 معالق كاكاو، معلقة صغيرة من النسكافيه، معلقة فانيلا كمنكه، 3 معالق من النشا، وبنحتاج 3 معالق من السكر أو 4 حسب الرغبة، بنحتاج علبة قشطة. حطينا 3 كواب من الحليب، بنحط 3 معالق من الكاكاو. نحركهم، نضلنا نحرك كلهم حتى يذوب عنا كل التكتلات. وبنحط 3 معالق من النشا، نستمر بالتحريك. وعبل ما تتقل المقدار عنا، بنحط منكهات اللي هي معلقة فانيلا، بنحط معلقة نسكافيه بلاك. بس يبدأ عنا يجمد المزيج، بنحط علبة القشطة. بصير عنا بهذا القوام المقدار، نديره فوق طبقة البسكوت اللي بقاع البايركس. هلا بنحركها هيك عشان كل المزيج عنا يكون فوق البسكوت بالتساوي. وللزينة بنبرش على وجهها أي نوع شوكولاتة عندكم متوفر بالبيت. وهلأ بعد ما تبرد بنحطها بالثلاجة 3 إلى 4 ساعات، أو بنبيتها ليلة كاملة بيكون أحسن حتى تجمد عنا الموكا. وهذا هو الشكل